الخبر هو اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكة القصاص على بيسان وانس الشايب. بالنسبة لسان السبب فانا نزلت هذا المقطع على قناتي باليوتيوب واللي اكشفت به حقيقة انهم اعطوني كوبي رايت ظلم وحذفوا مقطعي ورسائي الله رجعته لاني على حق والحمد لله الله وياي. رغم انه الاغلب يعرف ان المقطع نزلته من شابي اي شيء لهم ولكن ما ادري شلون حيقدروا يحذفوه. هذا صاروا يتهجمون عليهم لانهم اعطوني كوبي رايت ظلم. اكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل هم يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو مملكة القصص وطارق الباشا، تهديدهم الماية الجمال وبيسان وأنس الشايب. في مملكة القصص وطارق الباشا نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شوية ستوريات، بالنسبة لمملكة القصص فنزل هذا الستوري، وبهذا الستوري كان يعني من خلاله إنه باشا راح ينزل مقطع، راح تكون فضيحة وحاط مليون زائد 18، أما بالنسبة لطارق الباشا فهو أساسا نزل مقطع وفضح به ماية الجمال، والفضيحة كان بها زائد 18، راح أحط لكم رابط بالوصف روحوا شوفوا المقطع وتفهموا القصة بالكامل، وبنفس الوقت طبعا هو نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلالها إنه يوم الجمعة راح ينزل ديستراك على بيسان وأنس الشايب. راح يكون ديستراك ناري. شوفوا الستوريات. مرحبا حبايبي كيفكم؟ مثل ما بتعرفوا انه في ديس رح ينزل يوم الجمعه بعد بكره رح نغني انا وفهد، ولكن الديس رح يقصف كتير جبهات. انا ما دخلني الديس رح يكون على انس وبيسان، ولكن تذكروا هي يا جماعه ورح تعرفوا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهو جواني، فجواني نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كان يرد بيها على ماية الجمال وانس وبيسان اسماعيل، صار يقول انه هو ما كان يرد يرد عليهم، ولكن هو يطلبوا من عدى انه يطلع يرد، في هذا قرر انه يرد باكر، بس الوقت صار يستهزئ بيهم. راح احطكم الستوري شوفوا. ومن شان الفيديو اللي طالبين مني احكي فيه، مع انه هن ما لهم اهميه ومثلهم ومكشوفين ولعبتهم هي اللعبه اللي عملوها، الناس كلها مسحت فيهم الارض، بس تكفوا عينكم من عيوني، انا صورت الفيديو راح منتجه وانزل لكم اياه، ابشر من عيوني. والله يسعدكم. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة نارين بيوتي، نارين بيوتي نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، كم الأشخاص لاحظوا من الأول مرة ظهور أبوها باليوتيوب، واللي كان في هذا المقطع، بهذه اللقطة يا حبايبي اللي شايفها قدامكم لو تلاحظون زين، لو تركزون على اليسار لأول مرة أبوها يظهر المدة الثانية واحدة تقريبا وبعدها يختفي، والأغلب توقع أنه هذا أبو نارين بيوتي، طبعا بنفس الوقت صار شيء غريب بالفيديو، واللي هو بهذه اللقطة اللي كانت تبين بها نارين بيوتي أمها، ولو تلاحظون أنه كأنه بوجهها أكو كدمات أكو واحد ضاربها، فهو المتابعين صاروا يتوقعون أنه هل الأب كان له علاقة بالموضوع أو لا، ما أدري الصراحة الموضوع خصوصي ما لنا علاقة، فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات هل تتوقعون هذا كان ابو نارين بيوتي او لا. الخبر الرابع اللي عدنا على المتابعين وكشفوا من حقيقه ماية الجمال واخفاها اسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدها، وما لسع السبب فاتوقع ان نارين بيوتي ويا جواني يمكن اصدقاء، هي حذفت اسمه مثل ما سويت نور مره من حذف اسمه انه هو صديق جواني. اما بالنسبه للدليل ندخل على اخر مقطع نزلته ونكتب اسم نارين بيوتي، بعدين نروح على الاحداث اول عمود دفع التعليق وتعليق الاشخاص اللي خلقوا ورايا، بعد ما نفهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق رح يطلع للناس او لا، بعد ما غيرنا الحساب وننزل بيها التعليقات ونروح على كلمه الاحداث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. اتمنى احبابكم تشاركوا بهذا الخبر وحركه تفاعل اسم نارين بيوتي ونور مره من التعليقات اللي عدها. وبس وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، اشتركوا في فيزي بقات من القصص، وبس مع السلامة.